دلوقتي هسيب حضراتكم مع تقرير هام لتوقيع الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع شركة عوازل السعودية لتوطين تكنولوجيا النانو. خلينا نشوف مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. فتحت الهيئة العربية للتصنيع مجالات جديدة للاستثمار، وذلك مع كبرى المؤسسات السعودية، وذلك من خلال توقيع اتفاقية التعاون المشترك لتوطين تكنولوجيا النانو بالشراكة مع مصنع عوازل النموذجية العالمية للصناعة. وكان ذلك بحضور سيادة اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد محمد سليمان محمد عايد المعيقلي مدير عام مصنع عوازل النموذجية العالمي للصناعات السعودية. اليوم شرفت الهيئة العربية للتصنيع بتوقيع هذا العقد بين شركة سعودية شقيقة وهي مصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة والهيئة العربية للتصنيع متمثلة في أحد مصانعها مصنع قادر للصناعات المتطورة. الحقيقة ده شرف وده لنا ان احنا نتعاون، احنا اشقاء وعرب، والهيئة اسمها الهيئة العربية للتصنيع، هي قوة لجميع العرب. فدي بداية تعاون جميل بين الأشقاء العرب، بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإخوة المصريين هنا في الهيئة العربية للتصنيع. نبدأ معا إن شاء الله في هذا المشروع الرائد، والمشروع ده بيتمتع أو بينتج طبقا لتقنية النانو تكنولوجي، وده مشروع جديد وإن شاء الله يبقى لفايدة الإخوة في المملكة العربية السعودية وفي مصر، وإن شاء الله يبقى بوابة كمان للمنطقة العربية كلها ولإفريقيا. تم اختيار موقع مصر كدولة عربية للموقع الاستراتيجي اللي تمتلكه دولة مصر. مصر اليوم تعتبر نافذة على دول شمال إفريقيا بالكامل، بل هي منافذة على قارة أفريقيا. تم تحديد المصنع ليكون عندنا مصنع داخل الوطن، داخل المملكة العربية السعودية، والمصنع الآخر يكون داخل دولة مصر للاستفادة من موقع البلدين وعلاقة البلدين، ويكون أي عملية ديستربيوتر أو عملية توزيع أو عملية بيع خلال القارة فيما يخص قارة أفريقيا بإذن الله حتكون عن طريق دولة مصر بإذن الله عز وجل. يقام المشروع بالاشتراك بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع ومصنع عوازل النموذجية العالمي للصناعة بالمملكة العربية السعودية. يستهدف المشروع إنتاج منتجات العزل والتعقيم بتقنية النانو، والتي تعزل السوائل والملوثات والميكروبات والفطريات عن أسطح الزجاج والمعادن والأحجار والأخشاب والأقمشة والمنسوجات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والتي تقلل احتياجها للتنظيف والتعقيم وتزيد من قيمتها.